أعزائي المشاهدين، أحييكم وسعيد في اللقاء معكم مجددا في برنامجنا المجلة اليهودية. حلقة اليوم سوف تطرح سؤالا وتحاول أن تقدم إجابة عنه: اليهودية الحالية، كيف ظهرت اليهودية الحالية؟ ربما البعض منا يعتقد بأن اليهودية التي لدينا اليوم هي نفسها اليهودية التي كانت قبل 3000 سنة أو 2000 سنة، ولكن أي شخص مهتم بالتاريخ اليهودي يعرف بأن اليهودية الحالية تسمى اليهودية الحبرية، وهي اليهودية التي نشأت بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية. فما قبل دمار الهيكل، هذه مرحلة من اليهودية ليست نفسها ما بعد دمار الهيكل. ما بعد دمار الهيكل لدينا يهودية، لا نقول جديدة، ولكن لدينا تطور جديد من اليهودية يسمى اليهودية الحبرية أو اليهودية الربانية. لماذا تسمى اليهودية الحبرية أو الربانية؟ تسمى اليهودية الحبرية أو الربانية لأن الذين قادوا هذه المسيرة أو هذا الانتقال من مرحلة وجود هيكل إلى مرحلة ما بعد دمار الهيكل هم الأحبار، وبالتالي صار ينسب لهم اليهودية الحبرية. متى بدأت اليهودية الحبرية؟ قلنا أن اليهودية الحبرية بدأت بعد دمار الهيكل في سنة 70 وفي قمة الثورة ضد الرومان في أورشليم، وكان أورشليم محاصرة من قبل الجيش الروماني والثور داخل المدينة، فتم دمار المدينة وتم دمار الهيكل. فهذا الدمار سبب خسارة كبيرة، ليس فقط خسارة الهيكل ولكن خسارة كبيرة في المنظومة الدينية لليهودية، لأنه أثرت اقتصاديا واجتماعيا وحتى بطريقة العبادة. أهم شيء كان بالنسبة مركز العبادة لليهودية قبل سنة 70 ميلادي كان الهيكل، ولكن بعد دمار الهيكل صار في وضع مستجد وخطير. إذن مركز العبادة هو الهيكل، والآن الهيكل اختفى. طيب ماذا يجب أن يعمل اليهود لمعالجة هذه الإشكالية؟ فاتخذوا قرار حكماء آنذاك، حكماء تلك الفترة، أن يجتمعوا للتعاطي ومعالجة هذا الموضوع. فكان مهتمين جدا بأن يتم اجتماع يداركوا الدمار الهيكل، نتائج دمار الهيكل. وفعلا جرى الاجتماع في مكان يسمى يفنا. طيب يفنا، كيف حدث اللقاء في يفنا وهي مدينة تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، أو يفنا إلى عدة تسميات؟ تم الاجتماع في يفنا بعد سنة 70 حتى يتم مناقشة كيف رح تستمر، يعني كيف يستمر العبادة اليهودية بعد دمار الهيكل. القصة تقول على شكل التالي: لدينا قصة هي تعتبر أقرب للأسطورة تفسر لماذا نجح اليهود في الانتقال إلى يفنا. تقول إن الحبر يوحنان ابن زكاي، وهو من أحد الشخصيات الكبرى في القرن الأول، كان في أورشليم أثناء الحصار وأدرك لا محالة أن المدينة مقبلة على دمار، وأني لابد أن يقتحم الرومان المدينة وأنا سوف تنتهي يعني سقوط وشيك. تقول الأخبار أني هرب يوحنا وذهب إلى المعسكر الرومان والتقى بتيتوس القائد العسكري، فتنبأ له يوحنان للقائد الروماني أنه ذات يوم سيصبح الملك، ذات يوم سيعتلي العرش. واضح أن تيتوس شعر بنوع من التقدير للطريقة اللي تعامل معه يوحنان، فسمح له بأن يقدم بعض الطلبات، وهذا الرجل الحبر قال أني أريد أن تسمح لليهود بالحفاظ على شعارهم الديني، يعني على الأقل إذا الهيكل تم تدميره فعلى الأقل اسمح لنا في الاستمرار في العبادة. وطلب منه السماح، يعني دعانا نذهب، يذهب الحكماء إلى يفنا للاجتماع. ولهالفترة نحن اللي موجودين فيها بداية سنة 70 135 بداية تأسيس جديد لليهودية، يهودية ما بعد دمار الهيكل المعروفة في
في عالم كتابات اليهودية الحمرية. طيب، ماذا كان في بال أو اهتمام الحكماء المهتمين في موضوع يبنى؟ كان مجموعة من الأشياء، مواعيد الأعياد. كثيرا من الأعياد، لدينا 3 أعياد مرتبطة بالحج إلى الهيكل. اليوم إذن بعد سنة 70 لا يوجد هيكل، ماذا سوف يتم؟ يعني كيف رح يتعاملوا مع أعياد الحج؟ ما هي الأشياء اللي قادرين الحفاظ عليها بعد دمار الهيكل؟ وما هي الأشياء اللي صار من الاستحالة؟ طيب، ما هي المنظومة القضائية اللي رح تتعامل مع المشاكل بين اليهود؟ سابقا في المحكمة العليا، ولكن كيف؟ فقالوا أن دعونا ننشئ يعني منظومة قضائية جديدة. والحكماء قادوا هذه المسيرة. طيب، اليوم نحن لدينا سؤال أكيد مطروح، يعني اليهودية دمرت بعد الهيكل، وكان في الفريسيون وفي صديقيون وفي جماعة قمران وفي الثوار، إذن في 4 اتجاهات رئيسية. من كان مسؤول على قيادة هذا المشروع، مشروع الاستمرار في اليهودية؟ يوجد في الحقيقة 3 آراء. الرأي الأول يقول أن الصدوقيون بما أنهم كانوا جماعة نخبوية ومقتصرة فقط على النخبة وجماعة أقرب للثراء، وكانوا هؤلاء مسؤولين مهمة إدارة والعناية بالهيكل، فهؤلاء اختفوا أوتوماتيكيا بعد دمار الهيكل. المجموعة الثانية، جماعة قمران أو الأسينيين، أيضا كانت مجموعة تعتبر هامشية وصغيرة الحجم، ودمار لحل في أورشليم آليا وفر لها فرصة للاختفاء. فإذن يقول أصحاب هذا الرأي أن الجماعة الوحيدة اللي قدرت تستمر بعد دمار الهيكل هم الفريسيون. الفريسيون إذا قادوا هذه المرحلة وتحولوا من الفريسية إلى اليهودية الجديدة، اليهودية الحبرية. إذا هذا الرأي هو رأي تقريبا نقول أني شبه محل، يعني ما هو إجماع، ولكن هو محل تقريبا الخط العام في الباحثين يذهب إلى موضوع أني ما قاد مسيرة الاستمرار في اليهودية بعد دمار الهيكل هم الفريسيون. لماذا الفريسيون؟ لأنه بالأصل هم جماعة كانوا قادرين، أني أكثر شعبية غير نخبوية على عكس الصدوقيين، وجماعة منفتحة غير منغلقة على عكس الأسينيين. فكونهم جماعة زاد انتشار شعبي بين اليهود سمح لهم بالانتقال إلى هذا المكان. يوجد رأي ثاني قال لا، أني صحيح أني ما قاد هذه المرحلة هم الكتبة والفريسيون. لماذا هم الكتبة والفريسيون؟ لأن الفريسيون هم الجماعة المنتشرين بين الناس، الأقرب للناس، جماعة غير نخبوية. والكتبة كان لهم أهمية، أن هؤلاء كانوا مسؤولين على حفظ الشريعة ودراسة التوراة، فإذا كان لهم مكانة روحية عالية جدا، حفظ الشريعة ودراسة التوراة. آخر الآراء، وأنا أميل إلى هذا الرأي، أخ الآراء يمثل جملة من الباحثين المعاصرين المتعمقين جدا في التاريخ القديم، أحد أبرزهم شاي كوهين، باحث في التاريخ المبكر، في أحد كتبه بعنوانه أهمية يبنى ومقالات أخرى في اليهودية الهيلينية، يقول أني فعلا بعد دمار الهيكل الذي قاد هذه المرحلة في الحقيقة ليس الفريسية فقط، ولكن جميع الحكماء أو جميع القادة الدينيين الذين كانوا موجودين. من وجهة نظره أن يبنى أظهرت أن الناس الحكماء آنذاك كانوا مدركين لأن في خطر كبير، حلب اليهودية، تم دمار الهيكل، لا يوجد قدرة على استمرار العبادات بالشكل القديم، المركز الديني انتهى، فإذا يوجد تحدي. هذا التحدي كان مطلوب من الجميع يفكروا بكيف معالجته. هو يرى ويعتقد بأن إدراك هؤلاء الناس لأن في خطر يقضي على الجميع، فالذين ذهبوا إلى يبنى وبدأوا المشروع الجديد هم من جميع الطوائف، من الفريسيين والصدوقيين وغيرهم، ولكن ربما كان الفريسيين الأكثر عددا كونهم هم الأكثر عددا. يقول أني أهمية هذا الاجتماع في يبنى أن تم إقرار يهودية جديدة تقبل التوحيد، لأن لأول مرة لدينا الصيغة أن جميع الطوائف تتحد وتلتقي على طائفة، هذه الطائفة تقبل الآخر مهما كان يكون ضمن اليهودية وضمن الإيمان الواحد.
هذا هو نحن اليوم بين ايدينا. لو نعتقد ان اليهودية الحالية هي نفسها يهودية ما قبل القرن الاول ميلادي فهذا اعتقاد ليس في مكانه، لان اليهودية الحالية في الحقيقة هي حصيلة تطور، تطور طويل او وحتى اجتماع يبنى، هذا اجتماع كان اكبر من ان يكون سنة او سنتين، بالعكس هي مرحلة ممتدة ربما استغرقت 40 او 50 سنة. يقول اني اهم شيء في اللي حدث في موضوع يبنى أن الحكماء في تلك المرحلة بدأوا كتابة التوراة الشفوية المسمات المشنا، فعلا أول نص تم كتابته في الآداب اليهودية باستثناء التوراة طبعا، أول نص تم كتابته هو المشنا. المشنا هو نص يمثل كل الآراء التشريعية والفقهية لدى الحكماء ما قبل القرن الأول، ولكن لأول مرة تم جمعه. ويقول أن هذه مرحلة هامة جدا في التطور، نحن الآن لدينا حالة جديدة أن نص مكتوب خارج التوراة وهذا أمر جديد جدا. حلقة اليوم انتهت. نحن بروحنا ذهبنا في رحلة كيف أني انتقلت اليهودية من الصدمة الكبيرة اللي حلت فيهم في دمار الهيكل وصار في نظام منظومة جديدة تسمى اليهودية الحبرية، هي منظومة حاولت أن تسير في اليهودية قدما بعد دمار المركز الديني وبعد اضطرار لتغيير عقائد موجودة في اليهودية من ضمنها وأهم مركزية الهيكل في حياة اليهود. فانتقل إذن الهيكل، اختفاء الهيكل مركز الديني إلى دراسة التوراة، أصبح المركز الأكثر تركيزا، وثم لاحقا صار الكنيسة والمركز البديل لاختفاء الهيكل. حلقة اليوم انتهى، شكرا وعلى اللقاء في الحلقة القادمة.